تأكيد سعودي كويتي على الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث هو أحدث موقف خليجي من جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 5 عواصم خليجية. تغير موقف دول الخليج عدا سلطنة عمان من دعم كامل للتدخل العسكري السعودي في اليمن إلى دعم للجهود السياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 سنوات يفصح عن إنهاك الإقليم من الأزمة التي ترفض فيها ميليشيا الحوثي القبول بتسوية سياسية. فقبل الكويت أكدت البحرين والإمارات خلال لقاء بن سلمان على أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض. أما عمان التي كانت طرفاً محايداً في هذه الحرب باتت تكثف من تحركاتها ومواقفها السياسية سعياً منها لحل الأزمة اليمنية، وهذا ما أكدت عليه خلال لقائها بولي العهد السعودي لرفع المعاناة الإنسانية عن اليمنيين. تكافح السعودية للخروج من الحرب في اليمن حسب وول ستريت جورنال التي وصفت جولة بن سلمان بالاستثنائية، مشيرة إلى أن السعودية تسعى إلى ضمان الدعم من الحلفاء الخليجيين مع اكتساب الحوثيين أرضاً جديدة بما في ذلك حول مدينة مأرب الاستراتيجية. ما الفارق الذي ستمثله هذه الجولة بشكل حقيقي على الأرض في اليمن؟ هنا السؤال الأهم الذي ينتظره اليمنيون الذين باتت حياتهم مهددة جراء استمرار الحرب والانهيار الاقتصادي الكبير.